لكم بقى ونروح نطمن على حالة الطقس النهاردة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه طبعا يبقى الجو طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. طبعا نروح لبعض درجات الحرارة في محافظات الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى النهاردة 31-23، أما الإسكندرية 31-23، الإسماعيلية النهاردة 34-23، الغردقة 38-28، المنيا 36-23، أما سوهاج سجلت النهاردة 37-25، وأسوان 43-28. نروح برضو نتعرف على بعض درجات الحرارة في عدد من المدن والعواصم العالمية والعربية، نبدأها من الرياض العظمى 44 والصغرى 31، أبو ظبي 40-32، أنقرة 37-21، لندن 23-18، واشنطن 29-17، باريس 32-23، بكين سجلت النهاردة 34-24. دي كانت درجات الحرارة النهاردة، خلونا كمان